تعالوا ناخد حضراتكم في جولة سريعة كده لأهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات، ويمكن من أهم هذه الأخبار اللي حصلت امبارح تقنين وضع كافة الباعة الجائلين في الإسماعيلية وتوفير 338 منفذ ثابت بالإضافة ل 224 منفذ متحرك، وده لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في محافظة الجيزة. نروح تاني لأخبار أخرى كمان موجودة في الإسكندرية وكمان في الغربية، هنتابعها في التقرير التالي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت في المحافظات، البداية من الإسماعيلية. اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قال إن المحافظة بتعمل على توفير محلات وفرشات للباعة الجائلين في الأسواق ومنح فرصة ليهم لتقنين أوضاعهم، وهيتم كمان إعفائهم من قيمة الإيجار لمدة 3 شهور. في الإسكندرية استقبل الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية وفد جامعة بريوس باليونان، وده بهدف دعم التعاون الدولي وفتح آفاق للشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية الدولية، وكمان تفعيل أنشطة التعاون البحثي والتعليمي بين جامعة الإسكندرية والجامعات اليونانية. في الغربية هيتم إطلاق مبادرة شاركني إفطاري، وده في إطار التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان، وحتنفذ المبادرة وحدة توطين أهداف التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بالغربية. في الجيزة قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن المحافظة وفرت 338 منفذ ثابت و224 منفذ متحرك لتغطية كافة قطاعات المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديريتي التموين والزراعة، وقال كمان إنه تم افتتاح تاني أكبر المعارض السلعية على مستوى الجمهورية بشارع فيصل. المعرض ده بيوفر السلع بتخفيضات تصل ل 30%. امبارح كمان انتهت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية من إجراء المقابلات الشخصية ل 980 من المتقدمين لمسابقة القيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات اللي بتشمل اختيار 58 رئيس مدينة أو مركز أو حي.